يقول: ما هي الأسباب التي تعين على ترك المعاصي؟ الأسباب كثيرة، منها الخوف من الله عز وجل واستحضار الخوف من الله والخشية من الله، ومنها الإكثار من تلاوة القرآن وتدبره، ومنها مجالسة الصالحين، منها الإكثار من الأعمال الصالحة وخصوصا الصلاة المفروضة، حافظ عليها وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.